مرحبا بكم مشاهدي قناة سوس تي في. اليوم العودة المدرسية، كاميرا سوس تي في تتنقل إلى المعاهد والمدارس تحديدا في القلعة الصغيرة. جينا حابين نعرف الخدمات المتوفرة في النقل بداية السنة الدراسية الجديدة. مشاهدينا تابعوا معنا هذا الروبورتاج. عسلامة. مرحبا بك. احنا اليوم جيناكم مناسبة العودة السنة الدراسية الجديدة، اليوم رجعت التلامذة تقرأ. كشركة النقل شنو هي الاستعدادات اللي قمتوا بها؟ والله مرحبا بكم ساعة في معهد حي الرومانة القلعة الصغرى. الاستعدادات توا احنا حاليا توا برسك لاباس، شركة النقل بالساحل الكل توا العودة المدرسية مريقلة لاباس الحمد لله. السبارات كيفاش منتظمة؟ الوقت كيفاش؟ السبارات التوقيت بالنسبة لمعهد حي الرومانة من 7:30 تاع الصباح البداية أول صفر هذيك حتى الآخر صفر 6 تاع العشية. كل ساعة كل ساعة يعني فواياج، يعني برسك 12 سفرة. منين يجيو التلامذة؟ منين نجيبوهم يعني الليسي هذايا؟ التلامذة نجيبوهم بالنسبة لي أنا نجيبهم من حي الصباغين القلعة الصغرى حي الرومانة، بالنسبة لزميلي يجيبهم من حي المنازه القلعة الصغرى الرومانية. مع زيد يجونا هم من النقر والودلاية يعطوا في القلعة الصغيرة تجي حفلة أخرى وإحنا زيد ننقلوا معنا لأهلنا. فماش إشكاليات صعوبات تواجهوها كسائقي حافلات؟ أنا شوية صعوبات كان في الشتاء في قضينا ظلام الستة العشية، ماذا بينا الدوريات الأمنية تكثر شوية. معنا في برشا يعني يجيو في قضينا ظلام ترى الضوء يعني الإنارة ناقصة إنارة عمومية وزيد برشا يجيو المتطرفين برشا. هذيك الإشكالية كاو. بالنسبه للحافلات هذوما يطلعوهم كان التلامذه والا فما عباد اخرين يجيو يطلعوا معاهم؟ نجموا انا التلامذه وعن الحرفيه معناها المواطنين نجموا يجي هابطين للقلعه نطلعوهم معنا نقصوا لهم التذكره نتاعهم. ما فماش طاقه استيعاب كافيه والا فما اكتظاظ؟ الاكتظاظ هذاك موجود كامل لان اسطول كامل الجمهوريه وكامل العالم هذاك وماذا بينا ديما شويه زياده احنا، ما الاكتظاظ هذاك موجود حسب الامكانيات نتاعنا نتاع الدوله ان شاء الله من احسن الى احسن قاعدين نحسنوا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بالنسبه للسنه العام الجديد فماشي خدمات اضافيه اخرى اللي وفرتها شركه النقل سوسه؟ والله حاليا جابوا 8 حافلات جدد وان شاء الله فما من احسن الى احسن ان شاء الله ديما قاعدين وصلوا المعهد كرمنا الحمد لله من فضل رب الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحن الوحيدين اللي كرمونا في الشركه كامله. في 3 ولايات نحن كرمت معناها التلامذة وكرمونا المحل بشهادة تقدير وشهادة شكر والحمد لله من فضل ربي وإن شاء الله ديما في خدمة. علاقتكم باهية مع التلامذة؟ مع التلامذة مع الناس كل لا إطار تربوي التلامذة مواطنين علاقتنا طيبة. يجيو في وقتهم ولا فما تأخير نص ساعة ربع؟ حتى تأخير نحن ناس منظمين جايين نخدم منظمين كم جوش منظمين ما يكرموناش. مع المدير مع الواحد علاقتنا طيبه برشا نخدموا ولادكم هما راهم عباره على أكثر من امانه اكثر من اولادنا اكثر من امانه نحن نحافظ عليهم اكثر من اولاد والحمد لله من فضل رب. وهذا زميلي ايش عندكم في الشركه؟ عام ولا 9 سنين فما كان 3 حافلات ويتسموا ناقصين خاطر المنبر نتاع التلامذه اكثر معناتها ما تعرفانيش تبدا هكا نقعد واقفين اغلبهم واقفين معناتها ياسر معبين دونك اللي يجي يجيبونا واحده اخرى هكا يجيو في وقتكم الحافله يعني توصلكم فما يعني سفرات متنظمه برك تجي روتار ديما كاو الكارب تاع النوري ديما روتار. علاقتكم باهيه مع السائقي للحافله؟ مع علي وعم توفيق بالعكس عز الناس والله يعطيهم الصحه النقل المتوفر يعطيهم الصحه لسي باهيه عجبني يعطيهم الصحة وديما الكار تجي وباهي يعطيهم. ما فماش تأخير؟ ما فماش تأخير في الوقت يوفروا لنا أكثر كيران شوية لخاطر فما اكتظاظ برشا في الكيران. احنا معناها الأقلاع عندنا متوفر في الواحد ممكن جماعة صباغين والرومانية الرومانية قرب الليسيف ممكن جماعة صباغين معناها عنده مشكلة في النقل والله أعلم كاو ولا جماعة النقل اللي ما غادي. تكون بعيدة على المدرسة ولا خير؟ ايه بعيد. كيفاش تجي؟ تجي ساعات على الكار وساعات على ساق. قديش هكاك تقعد في الثنية وانت على درج؟
عليه ما عندكم شي كار توصلكم؟ ساعات تفوتنا الكار. وفتوى كيف تروحوا كملتوا الخمسة متاع العشية شكون يروح بيكم؟ فتوى كان لقينا الكار موجودة نركبوا فيها، ما لقيناهاش موجودة نروح على سرقين. انت شكون تروح؟ يعني وصحابي، كان ما فماش كان ما فما حتى حد روحه واحد. داركم بعيدة على المدرسة ولا قريبة؟ ايه بعيدة شوية، في الرومانية غادي على ساقية، وساعات على الموبيليت يوصلني بابا. عليه ما عندكم شي كار توصلكم النقل اللي يوصلكم؟ لا. على داركم بعيدة على المدرسة ولا قريبة؟ بعيدة. كيف تجي المدرسة؟ على الكار. الكار تجي تهزكم ديما ولا ساعات تجي وساعات لا؟ الساعات تجي وساعات لا. كي يبدا فما مطر شنو تعملوا؟ نركبوا في الكار. ايه فما اصحابنا يروحوا رزقهم. وشنو الحاجات الاخرى اللي تصير لكم هكا في المدرسه؟ تشوفوا اللي الطريق على المدرسه تخافوا من الكراهب، فما حاجه كي تخرجوا عندكم ساعه ما تقراوش فيها في الراحه شنو تعملوا؟ تقعدوا لهنا في المدرسه ولا وين تمشيوا؟ نقعدوا في المدرسه. الداخل ولا البر؟ الداخل. شنو انت الحاجه اللي تتمنيها يوفروها لك في مدرستك؟ ماذا بيا يوفروا الناس الكل، مش لي اني يوفروا كل الناس الكل النقل اللي باش يركبوا به، ويوفروا الناس الكل الحاجات اللي تنقصهم. ماذا بيا الفقراء يوفروا الكتب نتاعهم والكراس. هم اصحابك ما عندهمش كتب اليوم رجعوا يقراوا في المدرسه؟ بعض الناس مش الكل. وانت تعاونهم انت واصحابك؟ ماذا بيا ماذا بيا. شنو اخر تقول لاصحابك اللي ما عندهمش؟ قول لهم اقراوا على روحكم باش تنجحوا باش تطلعوا متفوقين. اعطيك صح. شنو تحب يوفروا؟ وفروا لي نقل ولا يوفروا لي كار نجي عليها ديما. انتم لهنا مدرستكم على الطريق ما تخافوش من الكراهب؟ خافوا، فما برشا عباد خطفوهم. وحيد ساعات ما عندهمش مثلا اولياء، معناتها اولياءهم تخدم يخطفوهم. تخافوا انتم زادة؟ ايه نحبهم يوفروا لنا كل ما عندهمش، يوفروا كتب ويوفروا لنا حاجه نتنقلوا بها للمدرسه. فما شكون اصحابك ما عندهمش ادوات كتب؟ ايه فما. كي يبدا عندكم صاحبكم ما عندهمش كتب شنو تعملوا؟ نعاونوه نشتركوا له بالفلوس، نعاونوه في الكتب وكل شيء في الادوات.